ما بدك تزعلي ازعلي خلاص ما دخلني انا خلص لما شفته هيك عبيته كثير ومش قادر حتى فتت مره ولقيت عيلي خلص مسكينه وبده ياخذوه مرحبا يا جماعه انا وتوستوس اجينا طبعا يا حلوين رح ابدا الفيديو تبعي بتوستوس ماما بدي ابداها فيكي شو مالك بدي احكي اللي بدي احكي اللي تناقشنا فيه انا وياك قبل شوي بده يصير ماما بعرف ما بدك بس انا حكيت لك لازم هذا الاشي يصير خلص ما بدك تزعلي خلص ما دخلني انا المهم اليوم لينا ولاد اليوم قررت انا لحالي بني ماما اليوم قررت انه يا الله يا رب ابلش الفيديو اليوم قررت انه بدي اجيب اشي لتوستوس تتسلى فيه او اشي لتوستوس يشاركها حياتها شريك حياة زي ما حكيت لكم يا جماعة أنا إلي فترة كتير طويلة عم بحزن على توستوس إنها لحالها بالبيت تمام أو إنه حابة هيك أنا كمان حابة طفل جديد لإلي فعشان هيك قررت إني أجيب شريك جديد على حياتنا أنا وتوستوس ألا وهو رح نجيب أخو أو أختنا توستوس شكرا للفعل نعم يا جماعة زي ما حكيت لكم إلي فترة كتير طويلة عم بمرق من محل وعم بشوف بسبوس صغير كتير هيك حزين وقاعد وأنا قلبي ما عم بيطاوعني أظني أشوفه وما أعمل إشي بحاجة لأم وأخت نعم فعشان هيك فكرت في الموضوع منيح وقلت خلص أنا زي ما أنقذت توستوس عيشتها أحلى عيش بحياتها بدي اجيب بسبوس تاني وكمان انقذه واعيشه حياه حلوه وحنيه ويكون عنده لطافه بحياته فايش رايك نروح نشوف البسبوس جاهز يلا يلا وصلنا على المكان اللي انا صدفه شفت البسبوسه هاي يعني انا صراحه ما كنت جاهزه اني بدي اجيب لسه بس كنت حابه اجيب هيك صديق لتوستوس بس ما كنت جاهزه فخلص لما شفته هيك عبيته كثير ومش قادره خلص يعني شو طلع بالاخر ذكر ولا انثى؟ ذكر بدك تربي اخ لتوستوس؟ لسه صار حبايب طبعا البسبوسه شوي وسخه وعشان بيبي ما حدا عم بيعتني فيها عشان هيك هي شوي هلا شنط انا بدي والله الحنون شو قصتك مع البس اصبغ ده ماما اللي خلص ما بعرف ادمان تعرف انه حتى يعني انا بحب الكلاب بس احب البسس غير يعني في كثير ناس بحب اللبس انا بحب الكلاب انا البسس ما بقدر يعني احس حالي عندي كلب او مربي كلب هاي قصته كان مع امه واخوانه كان عنده 5 اخوان كل مره بمرق من هون بلاقيه لساته موجود وعم بنقص وهذا له فتره لحاله هيك حتى فتت مره ولقيت عيلي خلص مسكينه وبده ياخذوه قلت خلص من نصيبهم سبقوني فتت طلعت تاني يوم لقيتها لسه فسألتهم انه مش كان العيلي خلص اخذوه حكوا اخذوه خلص كل تمام بعدين شافوا اخوه اخذوه فانا قلت طب ايش حتسميه؟ مش عارفه لسه مو عارفين شو بدنا نسميه يا حبيبي الو حبيبي هلا بدنا ننزل تحت نجيب اغراضها وهيك نظبط امورها ناخذها وضلني احكي بنت بس حتجيب لي مشاكل ذكر عشان 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 بس رغدة قررت تجيب كمان لا يا جماعة لا بس بحب امسك بسس بس انا خلص هداك نداني حتى لو ما قلتك ما اسكاكي طبعا ما بدها يا شفت هذاك كان ميت عليك هذا مش مصدقين يطلع من ايدي والله حتى عليكو شو ما تستص ما لعيش عيشت ملوك جبت اغراضه صرت مستغربه انه عن جد رح اخذ البسه خلص ما انت حبيتيها ابني المصغر انا بضلني اربي بسس فهلا نحطهم السياره ونرجع ناخذ البسبوس مش عارف شو اسمه بس حموضه مش عارف
هيك تكون تحممت خلصت امورها. ضلني احكي لامك خلص اموره خلينا نطلع. عرفت استفانيه؟ طبعا احنا هلا في المكتب، جينا على المكتب بس عشان عم برجف لانه بردان شكله. الله هاي عمي هيز بيرين هيز وات بيرين بصير اعمل لك واكس وهيك نعمل لك شعراتك بس تكبر شوي. سو يلا امشي ولسه صغير بمشيش هذا. لا بمشي بس هو مستحي خايف لانه له فتره كثير طويله بالقفص مش كومفورتبل انه يكون بمناطق واسعه. بيقدر نام حدوني بس مش صرتوا صغار منك. بترك لكم سبيس، الك مكان والها مكان. اوكي طبعا رغدة نامت هي ومش عارف شو اسمه ناموا بالمكتب. جينا على العيادة فتلي وين ما جبنا. تعال انت عم تسلمي. هاي 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 كيفكم شو الاخبار؟ كان يكوني هذا الصغير. ايه بس هاي صاحبيتك. ابني مزعج ابنك. اهدى من هون. انا لقيت تستس حبيبة قلبي. بالصدفة كمان لقيتها زي ما لقيت الازعر هذا. فاجينا هون نفحصه نشوف وضعه. بس نشوفه نشوف وضعه اموره تمام. سلم على فارس. شو اخباري فارس؟ رأيك هاي ماي شو رأيك بتوسيعك؟ طبعا اذا بتتذكروا هاي كانت بس لهون. كانت لهون تقريبا وسعنا هلا. وسعوها لجوا. تعال بجيكم. أوه. اكثر مكان بتشوفوا فيه رسمات في الحياه من دي. واو طبعا واحلى رسمه تارا. رح نطلع عليك يا عبود. ابداع ابداع ابداع. very nice very nice. الف مبروك. يلا جماعه جيت اخيرا وصلنا على البيت. شخ جماعة تستس السماء شافته بس انتبه طلع بتمام. هلا بدنا نعرف الازعر. راح اسمي ازعر لهاللعبة لما نجي له اسم. راح نعرف الازعر على تستس. جاهزين؟ تستس تعي. تستس تخيلي تصير تنخ هلا. هي شايفة؟ عادي عادي هيك لازم الاول. نو تستس مامي. نو مامي. الله هيك البسس اول ما يتعرفوا على بعض. اوكي بمحلاك تستس راحت زعلت فصفص. تستس تعالي ولي ولي نورية. طلع هو بده يتعرف عليها بس هي ما بدها. ايه خافة خاف يا حبيبي. تستس تستس تلحن روحي شو فيها مامي. شو مالك مامي؟ تعال. طيب اي سكتي تستس. مامي نو بدنا نكون حنونين. هذا صديقنا رح يكون ابنك تقريبا. اخوك الصغير بدك تلبيه. ما ماما ما بيصير تحكي لي ما بدك اياه. انت وياه بهذا البيت رح تكونوا. اوكي احكي لا مامي. We're going to love him, respect him, كل شيء نحبه. اوكي بعرف انك انت بتغاري ونفسك تكوني لحالك بهذا البيت. ما بيصير تحكي مامي. يا الله تستس تغلبيني مامي. خلص كلمتي كلمة. يلا وين راح؟ نو بس يلا تعرفي. نو لا لا بطوطة بطوطة مهون مهون مهون. طلع تستس بتراقبه من بعيد. طلع يا حبيبي بغير اتجاهه. طلع بس بتروح تراقبه. طلع روح تعرف وين هو وايش بيعمل من الحركات بس انه تقرب عليه. لا تعال بس بوسه. بتعرف على البيت. سيا حلو سيا عسل. تستس تراقب بشراسة. طلع نفسه نفسه يا حبيبي نفسه يروح يحكي معها. تستس عبري. هي قرب 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 قرب. طلع طلع الزنخة ثقيلة الدم. طلع بس بتلحق يعني بدها تعرف شو عم بيعمل. هاي زي البنات هيك بنات مكيودين مكيودين. بقعدوا بيبعدوا عن الشاب بس بقعدوا بيراقبوا فيه من ورا لورا. طب افطروا افطروا وانتوا ساكنين الجوز. طبعا ظبطت اغراضهم. ظبطت هون اغراض تستس وهون اغراض الزعرور هاد اللي لسه ما بنعرف شو اسمه. وهي عم بشرب مي لعلو. هاي كتكوت انت. طيب تستس وينها؟ تحاول تتهرب من الحقيقه يعني. بس
طلع هسه بفوت على تخته هون هون طلع كيف بفوت على التخت وبقعد والله ما انا عارف شو بدي اسميك شو نسميك تستس فاضي تستس تعالي ساعديني اسميه شو نسميك يا حلو ايه كله مي مش عارف بحس انه الاسم لازم يجيني هيك لهفة افكار مش فجأة اسميه اشي يعني تستس كان في قصة ورا اسمها اما فوسفوس هذا مش عارف شو بدي اسميه طلع كيف تستس كيف تستس بتحركش فيها لا ويعني هي اللي بتروح عنده وبتبخيله طلع 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 يلا شوي شوي بتعرف على بعض شوي شوي بعد مرور يومين تستس عم بتجبل عليه برافو تستس مامي برافو لا خليك برافو تستس حبيبي فهلا بحب اختم ببسبوسي الجديد لسه لحد هلا مو عارف شو بدي اسميه فعشان هيك بدي تساعدونا بهذا الموضوع بدي تكتبوا لي بالكومنتات شو ممكن نسميه شو في اسم لابق عليه يعني في كم من اسم ببالي بس انا حابه يكون اسم هيك مميز له زي تستس زي ما حكيت لكم لها قصتها تستس احضروا فيديو تستس لما جبتها اوكي عشان هيك بدي اياكم تساعدوني تكتبوا لي بالكومنتات ايش ممكن نسميه للحلو الازعر هذا الجديد حدا راح يسميه ازعر لانه هو زعروج صغير بجنن فبنحبكم بنحبكم كثير ديروا بالكم على حالكم نشوفكم بالفيديو الجاي لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب لقناتي كثير ناس بيحضروا فيديوهاتي وما بيعملوا سبسكرايب هلا اللي بيحضروني اعملوا لي سبسكرايب للقناه عشان نزيد ونكبر اكثر واكثر بحبكم كثير يلا باي نختمها ببسبوس الجديد بسبوس اعطيني ايدك يلا مش مشكله رح تتعود يلا احكي لهم باي صور ماما ضلنا نحكي بهالموضوع خلص روحي روقي هناك وارجعي لي بأسلوب احسن هيك